بجد ترحيب بحضراتكم. يعني معايا في الاستوديو واحد من نجوم مصر ونجوم نجم النادي الاهلي السابق كابتن مشير عثمان. طبعا كابتن مشير برحب بحضرتك قناه الاهلي ودايما انا استمتع بوجودك معانا كابتن. اهلا بيكم بالساده المشاهدين. ربنا يخليك يا كابتن مشير. خليني اكلمك طبعا يعني هو الحدث القادم هو مباراه النجم الساحلي واستعدادات النادي الاهلي في الفتره دي اكيد بعد مباراه الرجاء واخر مباراه في الدوري الممتاز. اكيد كابتن حسام تفكيره وكان منصب يمكن من هذه المباراه على مباراه النجم اصابه حسام عاشور غياب احمد فتحي نتيجه الوقف بالنسبه له كانذارات برضو دي حاجه ممكن تكون فعال كابتن حسام دايما وهو يمكن بيلعب المباراه الاخيره. كابتن مشير تفكيره بقى بعد اصابه حسام عاشور كمان الامور تأزمت بشكل كبير كابتن حسام لكن الحلول موجوده كابتن حسام بالظبط. يعني عنده مجموعه من اللاعبين دايما لاعبي النادي الاهلي هم الاحسن هم الافضل على المستوى العربي والافريقي في التوقيت الحالي كمان. بالظبط بالظبط. وطبعا اثنين من الركائز خارج المباراه اللي هو عاشور واحمد فتحي، لكن ان شاء الله دايما النادي الاهلي المتواجدين كلهم مستواهم عالي وعندهم قدره ان هم يسدوا هذا الفراغ خصوصا في الحته اللي مكان احمد فتحي. طبعا احمد فتحي اللي بيخش مكانه كل الناس بتنتظر ان هو يبقى في نفس مستوى احمد طبعا، لكن هاني اعتقد لو لعب في المكان ده محمد هاني هيبقى عنده قدره ان هو يسد فيه ان شاء الله. نص الملعب في بدائل طبعا، انا شايف من وجهه نظر الشخصيه يعني ان هو محمد هشام محمد خامه جيده جدا وجهد عالي شباب. طبعا في السوليه بره ممكن موجوده انما طبعا في نقطه مهمه من وجهه نظري برضو، طبعا احنا الماتش مغلوبين 2-1 1-0 هيفرق معانا طبعا، لكن مهم جدا ان احنا علشان نصل لنتيجه ايجابيه لازم نضغط في عمق دفاعات النجم. ولذلك برضو من وجهه نظر الشخصيه انا شايف ان احنا نلعب بواحد بس ارتكاز ونلعب اثنين قدامه اللي هو عبد الله السعيد وصالح جمعه والثلاث مهاجمين، لكن مهم جدا لان الاثنين دول عندهم الشق الهجومي وهيقلقوا المجموعه الدفاعيه للنجم، وده اللي احنا عاوزينه من بدايه المباراه بالذات ان تعمل ضغط هجومي كامل مع تامين واضح من المجموعه الدفاعيه بالاضافه الى ثلاث مهاجمين. ولازم طبعا الى هذه اللحظه رغم يعني الانتقادات لازار وكده، لكن برضو انا شايف انه لازم يبدا لان هو اللي في الصوره وان شاء الله وليد انا شايف ان الكلام طالع من النادي انه من الجهاز يعني انه ان شاء الله لسه دلوقتي كان زميلنا امير هشام بيطمنا عليه وبيطمنا على عبد الله السعيد كابتن، وايضا هشام محمد بالرغم ان هو فيه كبيره في ايده لكن هو بيحاول تجهيزه كابتن حسام لغايه اخر لحظه يعني. فهو وليد طبعا هيبقى متواجد على الجهه اليمين واجاي على الجهه الشمال. اعتقد الخمسه دول كثافه هجوميه وخصوصا الناحيه المهاريه لصالح جمعه وعبد الله السعيد. طيب كابتن انا بتكلم طبعا مدير فني كبير كابتن مشير عثمان، خليني اكلمك كده بقى فنيا واحنا بنتكلم. جزء حضرتك ذكرته هو عمليه الضغط. أيوة. دايما عمليات الضغط بيبقى ليها اساليب معينه وشكل معين. حضرتك قلت احنا خلينا بواحد بارتكاز وده ممكن يكون وارد في فكره كابتن حسام لان من المتوقع ان فريق النجم هيجي يحافظ على مكسبه هناك بشكل كبير ويلعب على جزئيه الهجمه المرتده. انت عمليه ضغطك هل تكون عامله ازاي كابتن شكلها؟ ايوه كلام مظبوط. هو عنده اربع مدافعين والاربع مدافعين احنا عايزين لهم ثلاث مهاجمين، واخد بالك؟ بنقفل الطرفين وواحد باثنين اللي هو في العمق ازاره واحد باثنين مدافعين تمام. عندنا فاضل ثلاثه نص ملعب، الثلاثه بثلاثه الارتكاز وايا كان تواجد الاثنين التانيين اللي مع الثلاثه اللي هم باكين مثلا يا كابتن؟ لا لا لا، الثلاثه اللي في عمق نص الملعب في النجم هم عندنا ثلاثه اللي هو هشام ان شاء الله يعني لو هشام وعبد الله سعيد وصالح جمعه. دي الواجب الدفاعي بالنسبه لهم لازم الثلاثه بثلاثه ما فيش كلام في الموضوع ده. اضافه الى المجموعه بتاعتنا الاربع مدافعين بياخدوا الثلاث مهاجمين بتوعهم ويبقى الملعب كده مظبوط متظبط تمام دفاعيا على افراد الفرقه كلها.
المجموعة بقى الأهم اللي هم التلات مهاجمين بيضغطوا عليهم من عمق دفاعاتهم من على ال 18. اللي هو مين يا كابتن مثلا؟ اللي هو مثلاً اللي هو بالاسم هنقول وليد واحد باثنين. وليد ازارو واحد واحد اللي هو اللي ماسك السيرفر واجايا ياخد الرايت باك بتاعهم ووليد ياخد الباك شمال بتاعهم. ادي ثلاثة باربعة ده ما فيش كلام. تمام. منين بقى هيضغط عليهم؟ باتجاه الكورة. لو الحارس هيشوط او بينزلوا عاملين زون معاه. لو هيبداوا من تحت هم الثلاثة دول ملزمين ان هم يستخلصوا الكورة من الأربعة. الحاجة الثانية ان الثلاثة اللي في نص الملعب اللي عندنا هشام وعبد الله وصالح عندهم ثلاثة في نص الملعب من فريق النجم الساحلي. يبقى الملعب كده مظبوط ما فيهوش غلطة. ودور الباكين بقى كابتن فيلم. الباكين واخدين الثلاث مهاجمين. ازاي واخدينهم؟ مع الثنائي اللي في نص قلب الدفاع. اتفضل. هم زيادة واحد مدافع واحنا عندنا زيادة واحد مدافع. الباك مع المهاجم الشمال بتاعهم علي معلول بياخد الجناح الايمن بتاعهم والمهاجم بتاعهم اللي في العمق بياخدوا الاثنين مدافعين بتوعنا. يبقى كده الملعب ما فيهوش غلطه في التامينات الدفاعيه. تمام. ده من البدايه كابتن. من البدايه وللنهايه. دي ما فيش بص دي ما فيهاش تقسيط وما فيهاش ان واحد يرجع ماشي او واحد يتعب. اللي يتعب يرجع ما فيش كلام في الكلام. لكن مهم جدا يا محمد علشان تأمن كويس لازم تضغط في عمق دفاعاتهم كويس جدا جدا بالمجموعة اللي أنا بقول عليها وخصوصا الخمسة اللي هم واخدين الشق الهجومي بتاعنا اللي هو وليد أزارو والثلاثة اللي تحتيه ومعاهم مثلا عمرو السراية كابتن مثلا علي عمرو هشامي أي واحد فيهم. والله كابتن بص يعني طبعا هي حضرتك بتقول ان احنا على من اول الماتش لاخر الماتش بس طبعا الحاله البدنيه موجوده عند النادي الاهلي بشكل كبير لكن انت ما كفريق ما تقدرش كابتن تقدر اسمح لي على فريق اسمح على طول اسمح يعني اتفضل اسمح لي انت النهارده لما بيجي يبدا هو الحاله الهجوميه الكره بتبقى في اتجاه من الملعب مظبوط فاحنا الملعب يا فاروق بيتقفل باتجاه الكورة بتاخد تلتين طول وتلتين عرض وبتقفل كل المساحات التانية في الملعب احنا ملناش دعوة بيها احنا بنقفل باتجاه الكورة واخد بالك بتقفل باتجاه الكورة بيبقى عنده تلات لعيبة او اربع لعيبة في المكان ده معاهم تلاتة او اربعة من عندنا اي حسب المراكز اللي هم بيمتلكوا الكورة امتلك الكورة من تحت يبقى عندنا واجبات لوليد وعندنا واجبات اجاي ووليد سليمان ووليد ازار. الكلام ده يا محمد النادي الاهلي نادي كبير زيه بيتساوى في العطاء والاداء مع منتخب مصر. صحيح. فالشغل ده اذا كان بيتعمل مع المنتخب فهو هيتعمل مع انت بتشوفه كابتن بيتعمل في الدوري الممتاز من مش عايز الكلام من النادي الاهلي بالذات في المباراه الاخيره كابتن خلال رؤيتك كابتن حسام كان بيجهز لمباراه النجم ولذلك كلام مظبوط كلام مظبوط ولذلك هو ضغط كامل وكان واضح انما هو يمكن برضه علشان لو انا دخلت في دماغ حسام احتمال يكون له رؤيه في اثنين ارتكاز لكن انا من وجهه نظر الشخصيه شايف ان واحد ارتكاز يكفي وخصوصا ان النجم احتمال برضه انه يلعب 4-4-2 وارد جدا واذا لعبها ال 4-4-2 هيدينا فرصه ان احنا نعمل ضغط بالمجموعه كلها اللي هم المجموعه كلها يعني ايه اللي هي المجموعه الهجوميه مع نص الملعب وده يبان يا كابتن مع بدايه اللقاء يعني انت طبعا انت بتحط على الورق في البدايه شكل هجومي بالنسبه لك ولكن ممكن يختلف الشكل مجرد بس انت بتلاقي الفريق مثلا زي ما حضرتك انت متوقع ان هو يجي يلعب بفرد واحد لكن لما يجي يلعب باثنين الامور بالنسبه لك ممكن تختلف هو هيعمل ايه؟ هو النهارده لو لعب 4-4-2 عشان يقفل بثمانية دي النسبه بتاعتها 8 8 دول عايز يعمل غلق علشان الجولين اللي هو جايبهم هناك يا محمد 2-1 نتيجة كبيرة مش صغيرة. أي نعم الواحد صفر بس الواحد صفر يجي ازاي؟ واخد بالك؟ من غير ما يخش فيك هدف بالظبط كده. الحاجة اللي هو أنا متوقعها أولا عنده ثلاث لعيبة مميزين جدا 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 واخد بالك؟ وارد جدا ان هو يستنى انه يقطع الكوره ويتحول لعمق دفاعاتنا بالكوره الطويله
ويستغل مهارات المهاجمين بتاعته في عمق دفاعاتنا. ولذلك دي مهم جدا جدا ان ربيعه وسمير يبقوا قافلين المنطقه الدفاعيه ومعاهم باك من الباكين عكس اتجاه الكوره. يا الكوره من ناحيه هاني يبقى معلول قافل من تحت، الكوره من ناحيه معلول هاني قافل من تحت، يبقى ثلاثه باستمرار في التامينات الدفاعيه. ده اللي نتمناه يا كابتن. طيب يعني خلينا كابتن احمد كشري طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي شاركنا طبعا في يعني الشكل الفني وتوقعات المباراه القادمه. كابتن احمد مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن محمد. تحياتي ليك يا كابتن. مساء عليك ومساء على كابتنك الكبير كابتن بشير عثمان. مساء الخير يا احمد. اتعلمنا منه كتير. ازاي كابتن مصر عامل ايه؟ ربنا يخليك. تحياتي ليك كابتن احمد. يمكن المباراه القادمه مباراه صعبه، مباراه دايما مباراه الاهلي وفرق التونسيه زي ما احنا في العهد الاخير طبعا شايفين انها مباراه صعبه، لكن دائما الحمد لله بيبقى عندنا تفاؤل، عندنا حته ان احنا واثقين في لعبتنا ان شاء الله بان هم يعدوا هذه المرحله وباقتدار كمان. يا كابتن احمد يعني رايك في المباراه وشايف النواقص اللي موجوده عند كابتن حسام النهارده في المباراه القادمه ممكن يحلها ازاي؟ طبعا نتمنى كل الفوز للنادي الاهلي، والنادي الاهلي يعني الحمد لله كبير في المواقف الكبيره بتاعته اللي يعني كررها كتير واللي جاب منها بطولات. فالنادي الاهلي الحمد لله شكله كويس في الفتره الحاليه. في بعض الاضطرابات انقاضاتها تاثر على الفريق، ولكن يعني اللي احنا عارفينه عن النادي الاهلي ما بيقفش على لعيب. صحيح. وان اللعيبه لما بتبقى في حجم مباراه كبيره زي مباراه افريقيا الدور قبل النهائي او النهائي بيبقى الشكل بيبقى والروح بتبقى عاليه عند لعيبه الاهلي. فان شاء الله باذن الله هيبقى اتوقع يعني ان الكابتن حسام طبعا هو الحمد لله ماشي بشكل كويس ان يبقى في توازن في المباراه. لازم يبقى في تامين دفاعي كويس قوي رقم واحد قبل ما نفكر في الهجوم، نفكر في الناحيه الدفاعيه. خاصه ان فريق النجم والفرق التونسيه بتعتمد على الكور الثابته، ودي ابرز او اخطر حاجه عندهم. اعتقد ان الكابتن حسام هيعمل حسابه في النقطه دي، زائد ان شاء الله عندنا عناصر كويسه وفي لعيبه فايقه زي جاي فايق الفتره الاخيره، في مؤمن زكريا بدا تاني التهديف، في عندك مجموعه لعيبه ان شاء الله قادره، وان شاء الله يكون التوفيق حالف وليد ازار، واتمنى ان هو يظهر في المواقف الصعبه لان دي هتفرق معاه كتير. طب كابتن انت بتجيب سيره وليد ازار وكده، خلينا بس يعني كلام كتير عن اللاعب ده في الفتره الاخيره، حته اهدار الاهداف او الفرص السهله اللي ممكن تبقى موجوده، يعني بتشوفها ازاي كابتن كشري النجم كبير وكان فيرود وهداف مع النادي الاهلي، يعني بتشوفها ازاي كابتن كشري ازاي هو يحلها لها مع الجهاز الفني مع كابتن حسام البدري؟ طبعا كابتن حسام البدري اكيد ليه دور وهو كلاعب اكيد ليه دور يا كابتن كشري. والله بص يا كابتن فاروق، هو اميز حاجه ان الكابتن حسام البدري والجهاز الفني عندهم ثقه كبيره فيه، ودي حاجه كويسه جدا. يعني لما يكون اللاعب حاسس ان في ثقه من ناحيه الجهاز الفني فدي على الاقل بتهديه شويه. هو طبعا الدوري بتاعنا فاروق يعني مختلف شويه، يعني اللعيب لما بيجي بيبقى حاجه من اثنين، يا التوفيق بيبقى معاه من البدايه والدنيا تمشي معاه سهله زي ما بنقول ويبدا التهديف، يا اما بياخد شويه وقت، وده حصل مع لعيبه كتيره وبعد كده عملوا انجازات مع النادي الاهلي زي المثال الكبير اللي هو فلافيو. يعني قبل كده كان في فلافيو وكان في فيليكس، خدوا وقت عقبال ما تاقلموا على الدوري المصري مش على النادي الاهلي، على الدوري المصري، لان برضه اللعب في الدوري المصري ومع اللعيبه المصريين مختلف عن اي حته، يعني بياخد شويه وقت، لكن هو كلاعب عنده مقومات كويسه جدا، يعني يتميز بان هو متحرك كتير، بيعرف يخلق لنفسه فرصه، عنده الستارت بتاعه كويس جدا بالكوره اللي هو واحد ضد واحد، بيقف على الكوره كويس محطه، يمكن هو حته التهديف طبعا قل عنده لان هو اتاحت له بعض الفرص وما جاتش جوان، فطبعا دي اثرت عليه، وانت عارف انت كنت مهاجم كبير برضه فاروق، وعارف لما تبقى ماتش بس لازم اتغلب يا كابتن في حته ان انا كلعيب لازم اتغلب على الحته دي، يعني اكيد انا مثلا كنت مثلا وقت ما بيحصل لي، ويمكن ما اعرفش حضرتك كنت بيحصل لك نفس الجزئيه دي، انا كنت بروح اقعد في اوضه كده ضلمه ولوحدي واقعد اركز في الكور اللي ضيعتها والكور اللي ممكن او الكرات اللي ممكن تجي لي اثناء المباراه وازاي اتصرف فيها، يعني فدي كانت بتبقى مفعول السحر بالنسبه لي كابتن احمد، انها بتهدي اعصابي وحاجات كتير كانت بتحصل يعني. والله زي التمرين طبعا يا كابتن احمد يعني.
معاك طبعا الكابتن بشير طبعا كابتن كبير يعني هو محتاج شغل تخصص كتير على المرمى محتاج انفرادات كتير على المرمى المواقف اللي هي واحد ضد واحد مع الحارس لان هو يعني بيحط كره صريحه شويه محتاج يعني ان هو يبقى انت عارف دهاء الفيرود اللي هو بيبقى عارف بيحط الكره فين هو اعتقد ان هو لو سجل هدف في مباراه كبيره زي المباراه الجايه دي ان شاء الله يكون ليه حظ في مباراه النجم هتفرق معاه معنويا كتير لان جماهير الاهلي واقفه في ظهره ناس كتير فيرود النادي الاهلي لازم يسجل على طول في معظم المباريات ولكن هو برضو ليه دور ان زي ما قلت لك ان هو بيبقى محطه فريق النادي الاهلي بيتحرك كويس الماتش اللي فات يمكن هو بحس بقى الفيرود فاروق يعني ما حدش يحط نفسه في موقف ان هو ممكن تيجي او ما تجيش وعملها الاجايين الماتش اللي فات بيحاول ان هو يقرب من الجمهور معنى صح او يعمل حاجه تقربه شويه من الجمهور لكن هو برضه ما ينساش ان هو دي اول موسم ليه سنه صغير وارد جدا ان هو يبقى مش موفق في الاول وانا قلت لك ان فلافيو قعد سنه كامله ما بيجيبش جون وكانت الناس بتقول عليه ان هو مش مهاجم فاعتقد ان هي لو اتاحت له فرصه وربنا كرمه في ماتش او ماتشين لا هيختلف مع النادي الاهلي هيختلف كتير بس هو محتاج شغل تخصص واعتقد ان الكابتن حسام البدري اكيد شغال معاه على دي أكيد. لان دي اهم حاجه للمهاجم ان هو يشتغل طيب توقعاتك بقى الماتش الجاي يا كابتن احمد ايه؟ ان شاء الله هنكسب باذن الله ان شاء الله باذن الله توقعات طبعا دي يعني النتيجه لكن انا اهو يعني اتخيل او اتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله يكون ان شاء الله مباراه صعبه يا كابتن ها عشان بس طبعا طبعا يعني طبعاً. فريق النجم مستعد ليك بشكل مختلف كمان ان انت تخرج فريق زي الترجي وبطل الدوري التونسي من هذه البطوله بالشكل اللي هم شافوه اعتقد ان الاستعداد بقى اقوى عشان كده احنا شفنا مباراه صعبه في سوسة هنشوف مباراة أيضا صعبة هنا في القاهرة محتاجة مجهود كبير جدا وتوفيق إن شاء الله من ربنا مع مجهود اللعيبة يا كابتن كشري والله يا كابتن فاروق بص أقول لك حاجة معظم الفرق اللي بتلعبها في أفريقيا إذا كانت فرق عربية أو أفريقية بتيجي تلعب مباراة أحسن في القاهرة أو في مصر عامة ليه؟ إحنا عندنا الأجواء برضو كويسة جدا الملاعب كويسة بيبقى جاي عارف هو بيلاعب فيه هتلاقي الفرقه بتيجي تلعب كوره زي فريق الكونغو اللي احنا لعبناه في اخر مباراه هل هو ده الكونغو اللي لعبناه في ملعبه؟ لا طبعا مختلف خالص تماما ليه؟ بيجي بيلعب هنا المباراه هو عارف هو بيلعب مين معاه حاطط في جيبه البونت او الهدف الزياده اللي هو احرزه في ملعبه وعنده تفوق فطبعا لا اعتقد فريق النجم هيبقى هنا افضل ما احنا شفناه في تونس ليه كده يا كابتن كشري بس احنا مش عايزين كده احنا عايزين احنا باسلوبنا احنا نفرضه بقى يا كابتن ده اللي اتمناه في المباراه دي ان انت يعني اللي هو جاي عايز يبقى احسن لا احنا باسلوبنا احنا هنخليه طبعا يبقى في حاله ممكن ارتباك وده المهم واستغلال الفرص ده الاهم بالنسبه لنا كابتن كشري بامر الله يعني والله كابتن فاروق اتمنى بس ان بدايه المباراه النادي الاهلي الشوط الاول يسجل هدف دي مهمه قوي مهمه جدا مهمه ان انت تسجل بدري هتفرق معاك معنويا وهتحبط الفريق ان شاء الله الشوط الاول لما بينتهي تعادل بتبقى الفرقه الثانيه بتبدا بقى المدرب يشتغل شغل التاكس الثاني ازاي يامن ازاي يلعب على هجمات مرتده فبيحطك في موقف او معنى صح بيبقى شغل بقى مدربين اللي هو خاصه الشوط الاول صحيح فنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي هو من الشوط الاول يخلص المباراه والنادي الاهلي قادر على كده وان شاء الله يحرز البطوله باذن الله يعني ويفرح مصر واعتقد ان الفتره دي عندي حس ان يعني ربنا عايز يفرح المصريين ان شاء الله لا تبقى طبعا اكتمال لفرحه المصريين يا كابتن بوصلنا طبعا لكاس العالم النادي الاهلي يوصل للنهائي ان شاء الله يوصل لكاس العالم الانديه تبقى حاجه جميله جدا يا كابتن كشري طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي بشكرك عايزينك بقى تشرفنا يوم كده كابتن كشري هنا ان شاء الله ونحتفل ان شاء الله بعد المباراه اشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد كشري كابتن يمكن مدير فني حضرتك كبير التعامل مع لاعب ممكن يكون غير مفهوم انا اللي تابعته الاسبوع اللي فات ان حسام عمل تدريبات فرديه على المرمى الازارو صحيح كان في تدريب يعني اللي اتكلم عليها كشري دلوقتي وفعلا الكلام ده تم حسام مدرب كبير وما بيفوتش الحاجات الاساسيه اللي زي دي بالاضافه الى الكور الثابته الحقيقه الاستعداد كويس نتمنى توفيق الازارو مع الفرقه يمكن حتى الماتش اللي فات الانفراد اللي حطه الاجاي يمكن اداله ثقه شويه ودي ممكن تديله ثقه على المرمى
في ماتش باذن الله النجم اللي جاي ان شاء الله. طيب كابتن احنا اتكلمنا على جزئيه الضغط، احنا عايزين نتكلم بقى على الجزء الدفاعي اللي ممكن الحاله الهجوميه العامه. لان طبعا اكيد هتلاقي فريق مش هيسيبك برضو تفضل تهاجمه على مدار ال 90 دقيقه لو هو عايز ياخد او يعدي المرحله الجايه. الشكل الدفاعي بالنسبه لفريق النادي الاهلي يبقى عامل ازاي؟ الدفاعي هو زي ما انا قلت لك، حتى في اقصى الحالات الهجوميه بتاعتنا لازم يا فاروق يبقى في ثلاث مدافعين باستمرار. الثلاثه دول الاثنين اللي في العمق ويبقوا مركزين جدا، واضافه لباك من الباكين. لازم الثلاثه دول على مدار ال 90 دقيقه ما حدش فيهم يتقدم، لانه هم هيقعدوا يأمن يدافع، وبعدين عايز يضرب في العمق باثنين او ثلاثه مهاجمين علشان يتحول من اقصر طريق للمرمى مباشره، لا هيحضر واخد بالك ولا هيمتلك الكوره في نص الملعب. ده الخلاف اللي هيبقى بين الاداء بتاع النادي الاهلي عن النجم، ان النادي الاهلي في عبد الله السعيد وفي صالح جمعه، ودول لعيبه كبيره واللي عندهم قدره على امتلاك الكوره وفي تفكير في الباص، وبياخدوا فيه يا فاروق لحظات بنحتاجها في اللعيب اللي هو بيبقى عنده كوره وبيصنع كوره، ان في لحظات بيبقى بيستنى على الكوره جزء من الثواني علشان يبدا الملعب يتفتح قصاده ويبص على الملعب كويس. دي موجوده في عبد الله وفي صالح جمعه. الحاجه الكويسه برضو ان اجاي في حاله فورمه في الفتره دي، فورمه او في الحاله البدنيه والحاله الفنيه والمهاريه بتاعته عاليه جدا، ومنتج عالي جدا في الفتره دي، وهيبقى له تاثير في المباراه اللي جايه ان شاء الله. اضافه الى وليد، وانا بس بطلب من وليد انه يركز في الكوره فقط بس، ويركز في فرقته فقط وفي الفرقه، لا على رجل المنافس ولا على كوعه في المنافس ولا على الكلام ده. احنا عايزين نستفيد من لعيب كبير هو وانتاجه كبير جدا، نرجو ان هو يركز علشان يقدر يبقى فيه عطاء للفريق. ده بالنسبه نرجع للجزئيه اللي بتقولها ان لازم في الحاله الدفاعيه يتعمل بلوك بالاربع مدافعين والثلاثه بتوع نص الملعب، وعين الثلاثه المهاجمين عينه على الاربعه. اي واحد هيتقدم فيهم هيبقى مع، زي ما انا عملت لك الترتيبه في الاول، تمام، يبقى كل واحد من دول عارف الواجب الدفاعي بتاعه. الوحيد اللي هيبقى بيتحرك في 10 15 متر بالخلف للامام في العمق في الثلث الوسطاني اللي هو ازارو، اللي هو ازارو مع الاثنين مدافعين بتوعهم. الباقي كلهم عندهم واجبات. البلوك ده من الاربعه والثلاثه من نص الملعب دول سبعه لازم يبقى قافلين 100%. طيب امتلاك الكرة بقى كابتن، دي اهم بقى، انت بتضغط عشان يلعب طوليه عشان تقدر تاخد الكره الثانيه، دي مهمه جدا، ودي تبقى دور الاثنين الارتكاز دايما باستمرار اللي كان موجود فيه حسام عاشور بيعملها بشكل جيد جدا، هتبقى موجوده بقى مع عمرو السوليه او هشام محمد. انت مجرد لما تمتلك الكوره، شكلك الهجومي وشكلك الخططي اللي بتعتمد عليه، هل هتبتدي تشتغل اكتر على جزء الاطراف ولا من العمق ولا تتنوع؟ مهم جدا طبعا الكلام اللي انت بتقوله. ما الهدف من التحضير؟ خلق مساحة في عمق دفاعات المنافس. فالتحضير محتاجين نقلل التحضير، ما يزيدش عن 4 5 ثواني في التحضير، وننتظر الفرصة في أي مساحة ممكن نخترقها في عمق دفاعات النجم، سواء من الطرفين أو من العمق، ونبدأ نتعامل مع المنطقة اللي احنا قدرنا نخلق فيها ثغرة. مهم بقى ايه؟ مهم جدا ان انا لو هخترق من الجهه اليمين ان يبقى المدافع الايمن اللي هو هاني يبقى عنده استعداد انه يكون مجموعه مع المجموعه الهجوميه وامتلاك الطرف اليمين بالدوران او بالاوفرلاب، بحيث ان يبقى عندنا زياده يا فاروق. دايما بيجي عندنا زياده مع نص الملعب والمهاجمين واحد من الطرفين، يا اما هاني يا اما معلول. معلول الحقيقه بينفذها كويس، ويمكن بدأ بدءا من الترجي اختلف أداؤه خالص وبقى معلول حاجة تانية خالص في الأداء بتاعه. الزيادة اللي احنا بنعملها دي، احنا عندنا 3 و2 5 وتحتيهم راس مثلث مقلوب اللي هو هشام،
ادي سته ومعاهم واحد من الطرفين يا اما هشام يا اما معلول، ودول يبقى سبع مهاجمين. احنا مش عايزين اكتر من كده، ما فيش فرقه بتهاجم بسبعه، احنا هنقول هيهاجموا بخمسه، لكن التامين في اقصى حالات الهجوميه للنادي الاهلي لازم يبقى فيه تامين الاثنين مدافعين ومعاهم باك من الباكين. فرصه كابتن حضرتك موجود يعني كمدير فني ان انا اتكلم في الجزء الفني، خصوصا ان احنا يعني بنلعب فريق قوي، انت محتاج طبعًا شغل فني. وكابتن حسام بدري تفكيره بشكل كبير، انت بتلعب فريق ايضا زي ما كابتن كشري كده بيتكلم بيجيد ضربات الثابته، وانت كمان لازم تستغل بشكل كبير الضربات الثابته. وعندنا قصور يا كابتن في جزئيه التسديد من على بعد. اما احمد فتحي اشتغل عليها الماتش الرجاء جاب جول، الواحد كان مستمتع جدا وسعيد لانه بيشوف حاجه جديده موجوده في اداء النادي الاهلي في جزء الهجوم. صح. شوف الجزء الاولاني اللي انت اتكلمت فيه كور الثابته، اكتر يعني من حوالي 10 15 سنه في الاحصائيات الكور الثابته بتمثل 60% من الاهداف. النهارده تخطت 60%، يعني ماتش يطلع فيه خمس تجوان تلاقي فيه ثلاث تجوان كور ثابته ما بين كورنر او فاولات او ضرب الجزاء. فمهم جدا ان احنا نركز على الكور الثابته دي. زادت النسبه دلوقتي يا فاروق فوق 70% دلوقتي من احراز الاهداف بتبقى من خلال الكرات الثابته، والنادي الاهلي الحقيقه مجيد في الكور الثابته، وخصوصا لما بيطلع ربيع عنده القدره ان يتعامل مساعد سمير برضه عنده القدره يتعامل بدماغه، كل دي مقومات، كل دي حاجات نقاط تم التركيز عليها مش من غير كلام يعني من حسام للفريق ان شاء الله. طيب بالنسبه للجزء الدفاعي طبعا اهم حاجه انت عشان الجزء الدفاعي وكرات الثابته الدفاعيه. أيوة. اولا انت ما يعني من وجهه نظري انت ما يجيش عليك ضربات ثابته حوالين ال 18. كلام مظبوط. وازاي تقدر تمنعها، هي دي برده مهمه جدا. برافو عليك. مهم جدا ان انا اقابل، احنا عندنا الملعب بالعرض والطول 3-3 و3-3، فمهم جدا ما ندخلش حد التلت بتاعنا ونبدا نشتبك معاه ونعمل ضربات ثابته فاولات علينا. لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نقابل المدافعين يطلعوا ما قبل الدايره بتاعت نص الملعب وال 18 اللي هي بدايه التلت بتاع نص الملعب، ونقابل بدري. ولذلك بقول لك ايه في بدايه كلامي يا فاروق، علشان نوقف اي تحركات او فكر للحالات الهجوميه لفريق النجم لازم نضرب من عمقه سواء دفاعيا او هجوميا من عمقه. يعني انا عشان ادافع لازم ادافع من عنده، اضرب من عنده. صحيح. ولما اجي علشان اامن نفسي في العمليات الدفاعيه لازم الحالات الهجوميه بتاعتي تبقى بكثافه وفيها تنسيق ما بين الطرفين، الطرف اليمين والطرف الشمال والعمق. لان انا لما بميل على معلول مثلا واجاي ويبقى هجومي كله من الحته دي، بدي الفرقه المنافسه يا فاروق ان هم بيقفلوا الجزء ده لان الجزء ده اللي خطر عليهم وما لهمش دعوه بالجزء الثاني اللي ما فيش خطوره منه. لكن انا لو نوعت الهجمات بتاعتي وعملت اختراقات من اليمين واختراقات من الشمال وضايقتهم من العمق بصالح جمعه وعبد الله السعيد، اعتقد ممكن نخلخل المدافعين الحالات الدفاعيه بتاعه النجم وتدي فرصه لينا ان يبقى عندنا فرص اكتر في التهديف. لما بتركز على 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 جهه واحده فرص التهديف بتقل، لكن لما تزود الجبهات يبقى عندنا فرص طبعاً تهديف اكتر. طبعا كابتن. طيب يعني يمكن اتكلمنا بشكل كبير كده كابتن في الحته الفنيه لكابتن حسام، لكن من متابعتك لفريق النجم كابتن المباراه الاخيره، بتشوف ان اسهل طريق للمرمى او اضعف جزء موجود عند فريق النجم؟ شوف مش هتقدر تخترقهم، هم اجسامهم كويسه الحقيقه لازم تعمل اختراقات من الاطراف بالدورانات بالاوفرلاب يعني. والا هتبص تلاقي لو اعتمدنا على الكور العاليه او القطريه، هم الحقيقه الولاد اجسامهم كلهم ما شاء الله اجسام كويسه وطويله، واحنا عايزين الطويل ده لما بتيجي تضربه لازم تضربه من الاطراف بكور قويه من الاطراف، لكن لما تديله من العمق للخلف كور عاليه دي ثق ان هي بتاعته، وفي نفس الوقت ما بتديش المهاجم بتاعك فرصه بتاعت امتلاك الكوره. الحقيقه الماتش اللي فات
كان في يعني للبدائل برضه مؤمن الحقيقه كان بيعمل اختراقات بالنسبه كويسه جدا مع معلول، كور عرضيه الحقيقه كور عرضيه مزعجه، يعني كور عرضيه مزعجه، وده اللي احنا عايزين نعمله مع النجم، مش عايزين نعمل اوفرات، لا عايزين نعمل شوتنج من الاطراف عشان ازارا او اجاي او صالح جمعه او عبد الله سعيد اللي جايين من الخلف يقابلوا الكوره وهي متشاطه مش معموله اوفر. دي مهم جدا انك تقلق المدافعين، اضافه حاجه مهمه جدا بقى اللي هي صالح جمعه، صالح جمعه ده الماستر كي يعني المفتاح بتاع الحاله الهجوميه للنادي الاهلي، لان مهارته تسمح له بان هو ممكن يشق من الخلف للامام بالمهاره بتاعته سواء مع ازارو او مع جاي. جميل يا كابتن كلام بتاع حضرتك، ان شاء الله يكون هو ده اللي كابتن حسام يبتدي يشتغل عليه. هو طبعا الله. يعني حاجه مميزه ما شاء الله، طبعا ما شاء الله عليه، حته ان هو خلاص على كل درايه بكل كبيره وصغيره داخل الفريق، ويقدر طبعا برؤيته للفريق الثاني يستغل نقاط الضعف. عايز برضو اكلمك كابتن بقى قبل يعني الحلقه بتنتهي، جزئيه الدوري ممتاز، يعني لازم اخدك في الحته دي. اتفضل. يعني الاسبوع الخامس لعب، يعني حضرتك تابعته بشكل كبير. كان مباريات مهمه حتى الان، خمس اسابيع المصري البورسعيدي هو في المركز الاول. تشوف الدوري ممتاز شكله عامل ازاي يا كابتن دلوقتي؟ هو المصري ما قلش عن السنه اللي فاتت، ودي الجهاز فيه ثبات والثقه بتزيد، وعرفوا الطريق بوجود حسام على راس الجهاز. والحقيقه اللي فيه المصري ما هوش نقول دي فتره وهيقعدوا فوق وبعدين بعد ست سبع اسابيع هيبدا الرسم البياني ينزل. بالنسبه للمصري الكلام ده في الوضع الحالي صحيح. صعب جدا. المقصه مش مفاجاه ليك يا كابتن؟ المقصه هتخش، هتتاخر شويه، متاخره شويه، بس المقصه هيخشوا تاني. دجله ودجله نفس الكلام. الحقيقه لا، الفرقه اللي جابت لي صدمه انبي. انبي الحقيقه حسيت انها احسن فرقه في الدوري في الماتش الاخير. يعني لما انتوا عندكم القدرات دي والمستوى ده، فين من بدايه من نهايه الموسم اللي فات يا فاروق وبدايه الموسم ده؟ الماتش اللي لعبوه الحقيقه مع نادي الزمالك الحقيقه حاجه، انا الحقيقه صدمت ان الفرقه دي عامله كده في نفسها، وهم عندهم، شوف يا فاروق، هم ما جابوش لعيبه ثانيه ولا نزلوا حد تاني، هم نفس المجموعه بهذا العطاء. شو ما تعادلوا في اخر مباراه امام كابتن داخل، ما هو ما انا عشان كده بقول لك فرقه مزعجه، تعباني تعباني في التفكير، لانها عندها اعلى مستوى لعيبه في مصر، ما حدش يقدر يتكلم في الموضوع ده، واخد بالك؟ انما الموضوع من عندهم بقى، مش لا مدرب ولا يحزنون، من عندكم انتوا كلاعبين لازم تفوقوا وتقودوا الفرقه في مركز احسن من اللي انتوا فيه. ده الانبي. بتروجيت انا مبسوط جدا منهم الحقيقه، ماشيين كويس وبثبات. برضه نفس الكلام الانتاج. الحقيقه الفرق السنه دي هيبقى الدوري صعب جدا يا فاروق. فرق متميزه داخله عودة الاهلي يا كابتن كنت قريب، لان طبعا المؤجلات اللي الاهلي فاضله الاسماعيلي، المقصه، مقاولون العربي. النادي الاهلي اوضاعه الطبيعيه يا فاروق ان هو بيعرف ايه هي البطوله. كل اللعيبه عارفه الكلام ده، يعني ايه بطوله؟ يعني احنا بنكافح عشان البطوله، مش هنقدر نسيب اي ماتش، مش هنقدر نتهاون في اي ماتش. هو ده النادي الاهلي عموما يا فاروق يعني. صحيح. طيب اقول لك كابتن، من الاسبوع السادس اللي فيه طبعا مباريات طلاع الجيش وطنطا، وايضا النصر مع الاسيوطي ان شاء الله هيبتدي من بكره بامر الله هذه المباريات، النصر مع الاسيوطي سبورت، ايضا المصري مقصه مع انبي، ومباراه صعبه لكلا الفريقين، يعني اكيد ايضا الاتحاد السكندري والانتاج الحربي مباراه مميزه، ايضا يوم الجمعه ان شاء الله هيكون بتروجيت ووادي دجله والرجاء والمصري البورسعيدي، اسماعيلي والداخليه، الزمالك وسموحه، والمقاولون العرب طبعا، والاهلي. دي مباراه مؤجله كانت هتكون يوم السبت ولكن تاجلت طبعا بسبب مباراه النجم الساحلي. كابتن كنت عايز اكلمك على اسماعيلي وشكله برده وعودته. هاجي لك الاسماعيلي، بس عايز برده ندي حق طنطا. الحقيقه
فريق مكافح ومنظم، وانا مبسوط من ادائهم، وهم هيبقى لهم شكل تاني في المرحله اللي جايه. الاسماعيلي هيخش مع الكبار في المرحله اللي جايه، لان بدا يبقى في تفاهم وانسجام بين كل اللاعبين الاسماعيلي. لكن برضو ما مش عايزين ننسى المقاولين، لان المقاولين فرقه متميزه جدا السنه دي مع عوده والاستقرار الحقيقه تميز عالي جدا، واتمنى ان الاسماعيلي والمقاولين وكل الفرق دي تحافظ على المستوى ده عشان الدوري يبقى له بهجه. غير الحاجه الاهم طبعا نادي الزمالك، واتمنى ان نادي الزمالك يبقى له تواجد فعال في البطوله زي ما هو معودنا. لكن نتحمل كلنا يا فاروق، الحكام دول حكام مصر، وكره القدم طول عمرها بحلوها وبمرها وبحكامها وبكله حكام بشر زينا، والحقيقه ناس ممكن يخطأ وممكن يبقى عنده وارد الخطأ، لكن نادي الزمالك نادي كبير، وما ننتظرش من نادي الزمالك ان هو يعني طبعا وجوده بقوه مع فريق نادي الزمالك بيحل بشكل مش عايز كده. مش عايز اشكرك كابتن مشير، اشكرك معايا بستمتع بيك والجزء الفني النهارده كابتن. لا يعني ان شاء الله كده نتعامل بهذا الجزء الفني. طبعا كابتن حسام لو بيفكر بشكل مختلف، لكن طبعا انت قلت خطوط عريضه ممكن تبقى موجوده في المباراه القادمه ان شاء الله. اشكرك كابتن مشير، ان شاء الله يعني كل التوفيق لفريقنا، وما زلنا طبعا مستمرين معاكم. بعد الفصل هيكون معايا الناقد الرياضي الكبير استاذ ابو المعاطي زكي، هنتكلم برضو على مباراه النجم، واكيد لازم اتكلم على الجزء الجماهيري وشكل الجماهير اللي هيكون موجود، ايضا الدوري الممتاز وشكله والاثاره اللي فيه حتى الان، مع الناقد الرياضي الكبير استاذ ابو المعاطي زكي.